الفريضة كالآتي: الأم يعني أم المورث اللي مات لها السدس لوجود الفرع الوارث، ودائما الأم عندها السدس في صورتين: إذا كان مجموعة من الإخوة مطلقا إخوة أشقاء ولا شقيقات، ولا من جهة الأب ولا من جهة الأم، ولا في الصورة الثانية عند وجود الفرع الوارثي المؤنث، المؤنث سواء كان للمورث سواء كان ذكر أو أنثى. كما هذه الحالة، مادام اللي مات خلى بنته وخلى ابنه، إذن فإماه ترث من تركته من ميراثه ترث نصيب السدس، وزوجته ترث ثمن. قاعدة معروفة في القرآن واضحة في السنة كذلك، أنه إذا كان واحد مات وخلى زوجته عنده أولاد، هو عنده أولاد، ولا عبرة بالمورث، فعندها الثمن. إذا الأم عندها السدس، الزوجة عندها الثمن، والشي اللي يبقى كامل يديه الابن مع البنت عن طريق التعصيب بالغير. والأخ الشقيق هنا محجوب حجب حرمان، حجب إسقاط، ما يدي والو، يعني ما لا يرث شيئا، خطر وجود الابن، والابن هذا مقدم على الأخ بقوة القرابة، وكذلك مقدم عليه أيضا ب الناس هذاك، البنوة مقدمة على الأخوة، البنوة مقدمة على الأخوة. في حاجة فقط، أنه أصل المسألة هنا 24 الأم ترث سدس 24، معناها أربعة أسهم، والزوجة ترث ثمن 24، معناها ثلاثة. كي نجمعوا أربعة وثلاثة نلقاو سبعة، كي نخصموهم من أصل المسألة من 24 نلقاو 13 زائد 4 نلقاو 17. هاد 17 هذه اللي بقات تقسم على البنت والابن، ولكن اخذ في الحسبان قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كملنا حلناها هذه نلقاو في المسألة فيها انكسار ولازمها تصحيح، يعرفوها المختصين في علم الفرائض. احنا المهم اللي يهمنا اللي بقى يروح للبنت والابن مع تطبيق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخ الشقيق محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق بالابن.